طيب اذا نراجع هلا نقطه مهمه اللي هي سبيد تورشر. هلا احنا حكينا بالفيربل فريكونسي درايفز الشغل كله اللي كنا نشتغله بالفيربل فريكونسي درايف انه انا بغير الفولتج وبغير الفريكونسي. طبعا هاي هون مش الكارير فريكونسي، هاي الاوتبوت فريكونسي. ولما بغير الاوتبوت فريكونسي شو بتغير معي؟ السينكرونس سبيد. مظبوط. بتغير السينكرونس سبيد لانه في عندنا معادله، متذكرين ان اس شو بتساوي؟ 120 في اف على عدد البولز مش عدد البيرز اوف بولز. اوكي، اذا عدد البولز 120 في اف على بي، بي عدد البولز بير فيز، بولز بير فيز، بي هي بولز فيز، اف اللي هي الفريكونسي. وهلا احنا لما بنعمل البلس ويث مودوليشن عمالنا بنغير الكارير فريكونسي. مضبوط. السبب بنغير الكارير فريكونسي عشان نخفف الهارمونكس، مالهاش علاقه بهاي اف، هاي اف اللي هي الاوتبوت فريكونسي اللي جايتني من السيستم اللي كنا نحطها 50 هرتز او 40 هرتز او 30 هرتز. هلا القاعده بتقول حتى يضل التورك كونستانت، وتذكروا انه الهويست هو كونستانت تورك لود. اوكي، حتى يضل التورك كونستانت، اكزامبل لو عندي اللود تبعي هو هويست، هويست يعني عمالي برفع حمل، الحمل هذا برفعه بغض النظر السرعه اللي برفعه فيها هذا الحمل، بدي عليه تورك كونستانت تورك. هذا الهويست حتى يضل التورك كونستانت لازم في على اف تضل كونستانت. هاي هي القاعده اللي حكيناها. مظبوط. واعطينا مثال على اندكتر، لو انا حطيت اي سي سورس، هاي الاكزامبل اللي ضربته المره الماضيه، تذكروا حكيت لكم عنه الاكزامبل. لو انا عندي اي سي سورس فولتج والفريكونسي عم بغيرها تبعت هذا السورس، وعندي اندكتر، اذا بدي الكرنت يضل كونستانت بالاندكتر، ايش لازم اعمل كل ما رفعت الفريكونسي او نزلت الفريكونسي بدي اغير الفولتج. فهذا مثال واضح على في على اف بتضل كونستانت، حتضل الكرنت كونستانت. لكن هذا كقاعده عامه صحيحه، ولذلك احنا لما بنيجي نرسم في اجينست اف، هي اف وهي في للمحرك، كقاعده عامه لو كانت هذه هون الريتد فريكونسي، خلينا نقول مثلا 50 هرتز، وهذا عندي هون الريتد فولتج، القاعده العامه بتقول ان الفولتج بتغير بهاي الطريقه. لاحظوا هذه مش في على اف، هذا الاكسس، هذا في وهذا اف، واضح لانه هذا خط مستقيم. عمالي ايش بقول؟ كل ما غيرت اف بغير معه في بنفس النسبه، هاي الجنرال رول. ولما بوصل الريتد فريكونسي بعدها ما بقدرش ازيد الفولتج اكثر من هيك، لانه ما بقدرش ازيد الفولتج فوق الريتد فولتج تبع المحرك. مظبوط. فايش مضطر اعمل؟ ولذلك هذا الريجن بنسميه، واحد منهم بنسميه كونستانت تورك وواحد بنسميه كونستانت باور. من هاي الفتره لهاي الفتره هذه بنقول عنها كونستانت تورك، بس الباور عم بتزيد، واضح انها بتزيد، لانه اذا التورك كونستانت والسرعه بتزيد شو بصير في الباور؟ تذكروا دائما انه الباور بتساوي تاو في اوميجا. مظبوط. فاذا كانت عندي التورك كونستانت وعم بزيد اوميجا، ليش اوميجا بتزيد؟ لانه الاف بتزيد. مظبوط. اذا هون الباور عم بتزيد بس التورك كونستانت. هلا لما باجي عند النقطه هاي شو مضطر اعمل؟ مضطر اثبت الفولتج. فلاني بدي اثبت الفولتج لهي المنطقه بنسميها من هون وطالع بنسميها كونستانت باور. اذا كانت الباور الان كونستانت، اذا الباور كونستانت والسرعه بتزيد، ايش رح يصير بالتورك؟ لاحظوا هاي المعادله انا بقدر احولها زي هيك، بقدر اقول تاو بتساوي بي على اوميجا. مظبوط. اذا الباور كونستانت واوميجا بتزيد، ايش عمل بصير بالتورك؟ فالتورك رح يبدا ينزل. فعندي هون التورك رح يكون كونستانت في المنطقة هاي، وبعدين هون رح يبدا التورك. اوكي؟ التورك هون كونستانت، والباور الباور هون بتزيد وبعدين بتصير كونستانت. اوكي؟ فالأزرق هو الباور والأحمر هو التورك. ايش هاي النقطة؟ ليش هذا النقطة مهمة؟ ليش هذا الفاصل هون أنا حطيته؟ لأنه هذا الريتد، هاي الريتد فريكونسي والريتد فولتج. إذا لحد النقطة هاي أنا بقدر أضل أزيد أثبت التورك كونستانت، وبتزيد معي السرعة بزيد الفريكونسي وبزيد الفولتج بنفس النسبة. عند النقطة هاي بقدرش أزيد الفولتج أكثر من هيك، لازم الفولتج يصير كونستانت، فبصير عندي هاي كونستانت باور ريجن، ومسموح لك تشتغل هون، ما في مشكلة.
بس يو هاف تو تيك انتو كونسيدريشن انه الباور خلص عم الباور كونستنت التورك رح يبدا ينزل فبضعف معي التورك. في بعض ابلكيشنز انا برضى انه تنزل التورك بس انا حابب اخذ سرعه اعلى. اوكي هذا تطبيق مهم. يعني افرض اجيت انت قلت لي انا عندي هذا الجهاز السرعه تبعته 50 هرتز وبعطيني سينكرون سبيد 1500 ار بي ام، طب انا حابب اشغله على 2500 ار بي ام بس ما بدي تورك كثير، بقدر اعمل هيك بتقدر تطلع لحد 400 هرتز. في بعض فيربل فريكونسي درايف بامكانك تشتريها بتخليك تطلع لحد 400 هرتز، التورك بصير ضعيف جدا بس ما فيش مشكله، اذا توركك خفيف اللود تبعك توركه خفيف بس بدك سرعه عاليه بامكانك تشتغل بهي الطريقه. هذا الريجن كله اسمه كونستنت باور، التورك عم بينزل. هذا الريجن من هون هو الكونستنت تورك والباور عم بتزيد طبعا، بتزيد الباور باستمرار لحد ما توصل عند النقطة هاي، ما بقدر ازيد الفولتج أكثر من هيك. هذا الجزء الأول من كلامنا، نعم تفضل. طيب التورك هون الكيرف تبعه بيختلف عن البلوت دائما بنرسمه هون التورك مع السبيد تبع الاندكشن موتور يعني. اوكي. في اختلاف كبير يعني. لا بس انتبه، انتبه هون ايش الإحداثيات؟ هون عندي frequency وهون voltage. بس بالنسبة للتورك هلا شو اسمه؟ لا انت هذاك اللي انت بتحكي عنه at constant frequency انا بحط 50 هرتز. اوكي؟ يعني انت هذا الكيرف انت بتحكي عن هذا الكيرف اللي هو speed torque curve. هذا هون f بتساوي f rated. بتساوي 50 هرتز. لكله هذا. اوكي ولذلك السينكرونس سبيد هون يعني هذا شو هذا عم بفترض اجيت على المحرك وحطيت عليه 50 هرتز مباشره فاعطاني ستارتنج تورك هون اوكي هذا المحرك لا اجيت عليه انا صرت ازيد الفريكونسي شوي شوي مع زيد الفولتج على النار بعطيني انتبه هذا الاكسس وهذا الاكسس بيختلفوا عن هذا الاكسس وهذا الاكسس اوكي هذا لسه صغير بس هذا هون عندي الفريكونسي كونستنت هلا نيجي على هذا هلا هذا الكلام كله اللي حكيناه صحيح لكن احنا في الواقع ايش بنقول؟ بيقول انه الاندكشن موتور مش بس اندكتنس في بعض ريزستنس هم ار 1 ار 2 مش هيك والار 2 ريفيرد باك تو ذا برايمري هذا راح يؤدي انه هاي العلاقه الى حد ما صحيحه بس ات فيري فيري لو فريكونسيز راح يبدا يصير في عندي مشكله بسبب الفولتج دروب اللي بيصير على الريزستر فبصير عندي هذا الكيرف اللي بدي اعمل له بوست بدي اعمل لو فريكونسي بوست هلا لو فريكونسي بوست اشهر شكل من اشكاله او اكثر شكل طيب خليني اعمله على الازرق لانه هو الازرق رح نغيره هو الاسود عفوا هذا الاسود من هون عادة لاحظتوا انتم المرة الماضية لما اشتغلنا وصلنا حوالي 15 هرتز وكان ماشي الامور مضبوط فتقريبا حوالين 15 هرتز بدي اعمل هذا البوست اللي هون لاحظوا هذا البوست شو عملنا هون؟ ما نزلنا بهذا الشكل رفعنا وهذا سببه انه الريزستنس هاي اللي موجودة هون هلا هو بشكل عام السكيلر هذا الدرايف اللي هو في على اف درايف اتس نوت سوتبل فور لو فريكونسيز هي راح احطها هون عم تحت هذا نوت سوتبل ف لو سبيدز ولذلك دائما تاريخيا لما كنا مثلنا فيربل سبيد درايف ات لو سبيدز اروح على الدي سي موتور دي سي موتور ممتاز ايفن ات زيرو سبيد بيقدر يعطيني هولدنج تورك الاندكشن موتور ما كان بيقدر خصوصا مع الفي على اف كونستنت الفي اف درايف اللي هي سكيلر راح نسميهم هون سكيلر درايف إذا الكلاسيكال سكيلر درايف في على اف فيربل فريكونسي درايف مناسب لحد تقريبا 15 10 هرتز بس حتى مع البوست لكن احنا بنحاول هون انه نعمل بوست للهاي راح افرجيكم التيبل اللي عملها واحد مين اللي عملها على ولا مين؟ سيو تيبل من المثال اللي احنا اذا بتطلعوا هون بتشوفوا واضح البوست اللي عملناه هلا بدينا هون بتذكر المحرك كان 50 هرتز خليني امحي هذا الجزء رح امحي هذا الجزء اللي هون هلا اذا بتتذكروا كان عندي 3 فيز موتور كانت اف كيلو 50 هرتز ريتد وفي لاين فولتج ار ام اس كانت 400 فولت فواضح في عندي هون اف في على اف الريشو هي عباره عن 8 فولت بير هرتز واحنا لو بدنا نشتغل لو فيش عندي لو فريكونسي بوست رح يضل هذا هو نفسه هون، بس انا موصل لو فريكونسيز لازم اعمل بوست حتى يزيد التورك عندي من هون. فاذا طلعنا مثلا هون عندي اخذنا 50 هرتز كانت الفريكونسي 50 هرتز وحطينا هاي 400 هاي هذه هون الفولتج هاي الفريكونسي وهذا التورك اعطاني هون
حوالي 24 نيوتن متر. بعدين لما نزلنا السرعة ل 40 هرتز، جماعة الـ Variable Frequency Drive ما بيحكوا بالـ RPM، إيش بيحكوا؟ بيحبوا يحكوا Frequency. حتى بتلاقي مهندسين الـ VF Drives لما بيحكوا بينهم وبقول له اعمل له سيتنج ل 35 هرتز، ما بيحكي خلص بنسى الكولز، هو بيعتبر إنه أنا غيرت السرعة لإشي يتناسب مع 35 هرتز، أوكي؟ بفضل يعني عادة التيرمينولوجي اللي موجودة لما بقول إنه هذا المحرك أنا عم بشغله على 35 هرتز يفهم انه انا نزلت سرعته من 50 هرتز ل 35 هرتز. هون نزلنا هاي ل 320، لاحظوا كونستانت لسه. هذه هون راح احط كلمه سي كونستانت، ما في بوست، ما عملنا بوست، لسه الريشو بينهم 8. وهون عندي التورك 23 و4 بالعشره، اخذ بعدين هون هو 30 هرتز، طبعا هذه هون فولت الوحده وهذه هرتز الوحده، 30 240 كمان عندي هون كونستنت تقريبا هي 26. احنا يمكن في اخطاء كانت او في خطا بسيط كان عندنا بالستلينج بس هي بحدود ال 24. بعدين عندنا هون اخذنا 20 هرتز، 160 لسه 160 على 20 8، فهذا كونستنت وهذا كونستنت. هون عندي هاي 27، بعدين عندنا هون 15، هاي من المره الماضيه كله كنا نعمل المره الماضيه 15. عندي هون 120، 120 على 15 كمان 8 مش هيك؟ وهون عندي هاي 24 وعلى 10 هرتز 80 كمان اعطاك 24. بعدين 5 هلا على 5 هرتز رفع ل 60، 60 على 5 قديش؟ 12. فهون بطل، هلا هون صار في عندي بدايات البوست، هذا هون كونستنت وهذا هون كونستنت. انا هاي صارت 12 فولت بير هرتز هون واعطاني 24. بعدين 2.5 بوست 2.5 هاي ايش 48. 48 على 2.5 قديش؟ 48 على 2 ب 24، حد يقسمنا 48 على 2.5 بين 16 و 24 حوالي 20 يمكن تقريبا 20 16.2 حوالي 20. فهون كمان ارتفعت لسه كمان، لاحظوا شايفين هذا الخط؟ يعني الخط هون عماله بيتحرك بهذا الاتجاه، هون اعطاني 24، فانت ضليتك تفتش ايش القيمه اللي بتعطيك 24. بالضبط تمام. وهاي عندي هون 24 وهذه بوست، هون عندي 40 38 نص 0.1 36 و 8 بالعشرة واعطاك في كل الحالات 24. هلا هو من ناحية واقعية بالحياة الواقعية ما بقدر اشكر يعني يمكن زبط معنا بالسمبل سيستمز بس في مشاكل في الناحية العملية، صعب جدا تجيب 1 هرتز تشغل هذا على 1 هرتز، حتى بشكل عام لا ينصح بتشغيله على اقل من 10 هرتز. ايش بنروح لاي سيستم بنروح؟ نروح لف ممكن دي سي، بس هلا صار حديثا ايش بامكاني اعمل؟ فلكس فيكتور كنترول او دايركت تور كنترول، وهذا هون اعطانا 24 24. من ناحيه واقعيه هذا صعب انه يتحقق بس تحقق معنا بالسمبل سيستمز. نعم. طب وفي ابلكيشن تحتاج في هلا في تطبيقات، بعض التطبيقات هلا راح افرجيك تطبيق، هلا افرجيك تطبيق معين بس كثير بتستخدمه صراحه. هو هاي مبالغ فيهم هدول. هلا هو شوف شو بصير، لو انت عندك مصعد والمصعد بده ينزل 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 بسرعه وبعدين اخر شيء بده يوقف، مش هاي الفتره بدك اياه يكون اندر كنترول؟ الابلكيشنز اللي فيها بتطلع لسرعه عاليه وتنزل بتوقف، تطلع سرعه عاليه وتنزل بتوقف، تحتاج التحكم هذا الدقيق. او حسب التطبيق، مثلا في تطبيقات عندي بالمصانع، بعض المصانع بتحكم مثلا بورق، مثلا بتحكم برول الورق او شيء ستيل، مرات بدي سرعات منخفضه جدا او بدي اوقف يكون اندر كنترول.